النهاردة هتكلم ازاي نقدر نوصل الاردوينو عن طريق السيلي كوميونيكيشن بالسيميولينك. وزي ما شرحنا قبل كده ان احنا لما بنوصل الاردوينو عن طريق السيلي كوميونيكيشن بالورك سبيس للماتلاب بننقل بيانات عن طريق حاجة اسمها الاسكي، عشان كده كنا بنستخدم اسهل حاجة اللي هي سترينج. بعد كده انت ممكن السترينج ده تتحكم فيه زي ما انت عاوز، تقصه وتحول الاجزاء اللي فيه مثلا لارقام وهكذا. لكن في السيميولينك هيبقى الاتصال بين الاردوينو والماتلاب عن طريق السيريال فقط للنيوميريكال داتا، وهيبقى التوصيل كالاتي: ان احنا هننقل البيانات بتتنقل عن طريق ان هي نوع بايتس، هنقول بيانات عن طريق بايتس. فعشان كده هيبقى في حاجة زي البافر اللي بحدد فيها طول البايت، كم بايت الداتا بتاعتي اللي متوقع ارسلها واستقبلها، وده نشرحها الآن. هبدأ اول حاجة بقسم الماتلاب، بجزء بتاع الماتلاب. هنخش على instrument control toolbox، ولو انت موصل الاردوينو عن طريق اليو اس بي هو المفروض يتعرف مباشرة على البورت. هو كتب البورت كوم 4، لو مش موصله يكتب لك نو بورت وهينتظر ما توصله. تمام. هعمل القطعة والبلوك اللي هو سيريال كونفيجريشن، والبلوك اللي هو سيريال ريسيف، والبلوك اللي هو سيريال سيند. دول خاصين بالسيريال كوميونيكيشن اللي هوصل بيهم الماتلاب. هحتاج برضو سورس، ده الرقم. هنعمل بلوك بسيط ان احنا هنبعت رقم للماتلاب من الماتلاب الاردوينو مثلا 5، والماتلاب يضيف عليها 5 ويردها تاني والاردوينو يضيف عليها ويردها تاني للماتلاب. فبحيث مثلا لو بعت هنا مثلا 10 وجات لي 15 اعرف ان الاتصال ماشي بطريقة صحيحة. هحتاج سينكس برضو display. هوصل دي هخليها انفينيتيف الستوب تايم. هنيجي للكونفيجريشن، انا مش هغير حاجة في الكونفيجريشن، هسيبها زي ما هي، هغير بس الباود ريت، خليه مثلا 115200. ده كله هيبقى نفس الخصائص اللي هتبقى موجودة في الاردوينو اللي هعرفها في الاردوينو، عشان كده مش محتاج اغيرها. هاجي في السيريال سيند، هنا كونفور الترمينيتور، اختار الكارج ريتيرن والنيو لاين. يعني انا لما هرسل من الماتلاب الاردوينو في اخر الرساله بتاعتي، في اخر سلسله البايتس اللي ابعتها، هحط كارج ريتيرن ونيو فيد او نيو لاين، وبكده هيعرف الاردوينو ان الرساله اللي جايه من الماتلاب خلصت. ونفس الحكايه هنا، لما هاجي استقبل من الاردوينو هبرمج في الاردوينو ان هو في اخر الرساله او في اخر سلسله البايتس يحط كارج ريتيرن ونيو لاين، فهنا يقدر يعرفها الماتلاب. فهعلم على الترمينيتور ان الرساله بتاعتي اللي هبعتها هيبقى فيها ترمينيتور، هيبقى فيها رمز بيوضح ايه امتى نهايه البيانات، وهو اللي هو كارج ريتيرن ونيو لاين. واخلي الداتا تايب سنجل، اخلي كل ده تايب عند سنجل، وهاني برضو الانبوت هخلي الداتا تايب سنجل. هنا متهيألي مفيش داتا تايب. كده احنا خلصنا البرمجة، الجزء اللي خاص بالماتلاب. هنيجي للجزء الخاص بالاردوينو. في البداية انا هستخدم نوع من انواع التعريف اللي هو يونيون، وده ببساطة كده بيساعدني ان انا اخزن داتا او احول داتا من بايت لفلوت، او اخزن داتا في نفس مكان في نفس مكان الذاكرة، واقدر اوصل لها بنوعين مختلفين من الداتا تايب. في هنا سؤال: why do we need C unions؟ هحط اللينك بتاعه، ده بيشرح ليه احنا محتاجين اليونيون، واحد استخداماته ان احنا ممكن نحول من
من نوع داتا لنوع داتا تانية. فانا هختار يونيون، اسميه from bytes to float b to f، واحط فيه متغيرين، متغير البايت اللي هو هخزن فيه الداتا على شكل بايت، متغير اسمه فلوت وده اللي هخزن فيه الداتا على هيئة فلوت. وانا فرضت ان البايت عندي هفترضه 16 بايت، يعني الداتا بتاعتي ماكسيمم اقصى ساعة ليها 16 بايت. 16 بايت كل بايت فيه 8 بيتس، تقدر ممكن بعد كده تحسب الرقم ده، كان طبعا رقم كبير، واعرفها بان هي يو مثلا. برضو عشان ارسل اقرا رساله من الماتلاب، اقرا الداتا اللي هتتبعت من الماتلاب على الاردوينو، هقراها برضو كهيئه بايتس، فاحتاج اخزن البايت ستيف بمتغير وهيكون ليه بافر، فهعمل constant integer. هعرف اول حاجه البافر، بافر سايز بخليه 16، واعرف المتغير اللي هحط فيه الرساله اللي هقراها، بافر، بافر سايز، وغير 2 متغيرين float m دول هحتاجهم في التحويل. هنسيب الدالة setup و loop حاليا، هنعمل دالتين الأساسيتين عندي في البرنامج. هعمل دالة اللي هي float read from matlab، دي الدالة اللي هقرا بيها البايتس اللي جاية من matlab. هقول integer arlens serial dot read bytes until carriage return اللي هي backslash r و new feed backslash n buffer ده المتغير اللي خازن فيه، وال buffer size اللي هو حجم الداتا. كده هو هيقرأ سلسلة البايتس اللي جاية من الأردوينو لحد ما يشوف دي ال السند، مظبوط كده. هو الماتلاب هيبعت سلسلة من البايتس، وفي آخرها هيبعت الرقم ده، وفي آخره carriage return و new feed slash r slash n. وأنا هنا هقرا، هيفضل يقرا كل بيانات في السيريال بورت لغاية ما يشوف slash r slash n carriage return و new feed. تمام، هبدأ بعملية تجميع البايتس دي عشان اقراها. اقول for integer i يساوي 0 i اقل من البافر سايز i بلس بلس، اقول u دوت b خزنها في المتغير اللي احنا عملناه عن طريق اليونيون اللي هو البي ده، بفر الاندكس i. بعد كده هعرف متغير output هياخد نفس قيمة البفر دي اللي انا حددتها بس على هيئة float عن طريق الخاصية union. انا بعد ما خزنتها في البي، هو اتخزنتها على اي بايتس، لو عاوز اخدها على هيئة فلوت بطلب المتغير الاخر اللي هو في فال، وبيعمل الفانكشن بتعمل ريتيرن للاوتبوت. يبقى كده الفانكشن دي هتقرا من الماتلاب وهتديني فلوت، رقم فلوت اللي هو الرقم اللي انا الماتلاب بعته. الفانكشن والدالة التانية هي void write to matlab، ودي هتاخد input اللي هو float number، ده الرقم اللي انا عاوز ابعته للماتلاب. وطبعا نفس الحكاية، انا ببعت على اي بايتس، والبايت asterisk p
اعمل كاست للداتا نمبر وهقول له سيريال دوت رايت. سيريال رايت داله في الاردوينو بتكتب بايتس بي 4 سيريال دوت رايت 13. دي 13 ده في الاسكي اللي هي الكاريج ريتيرن كده. دي كاريج ريتيرن بيسموها سي ار سي ار او اللي هي الباك سلاش ار سيريال دوت رايت 10 ده اللي هو النيو فيل اللي هو ال اف او الباك سلاش ان. كده الدالة دي هتاخد فلوت رقم وتبعته على هيئة بايتس للماتلاب والماتلاب هيفضل يقرا لحد ما يشوف الرمزين دول باك سلاش ار باك سلاش ان. وانا هنا قايل له اقرا سلسلة البايتس اللي جاية عن طريق سي بورت لحد ما تشوف الرمزين دول. هنبدأ بقى نكتب ال void stub الخاص بينا. طبعا في ال setup احنا عارفين بنكتب الأوامر اللي عاوزها تبدأ مع بداية البرنامج تشتغل مع بداية البرنامج. وال serial begin 115200 serial 8 8 n 1. طبعا هي دي قيمة ديفولت بس انا بوريك لو عاوز تغير التمانية. لو انت مثلا تختارها مثلا ستة بيتس فبتكتب هنا serial underscore slash 6 n 1 1 ده ال stop bytes وهكذا. انت يعني لو لغيتها برضو مش مشكلة بس بوريك لو حابب تغير الستاندرد. وهتلاقي طبعا في الموقع الاردوينو في الريفرنس الخاص بالسيريال هتلاقي المعلومات عن مختلف الكونفيجريشن المختلفة للسيريال. ده بالنسبة للستاب. هنيجي بقى بعد كده بدل اللوب ودي الأوامر اللي بتتكرر. طبعا أول حاجة بنشوف إذا كان السيريال بورت فيه بيانات ولا لأ. فبقول له if serial dot available أكبر من صفر. serial available ده function لازم يبقى في قوسين. اعمل الاتي ام الفلوت اللي احنا عرفناه هيبقى عبارة عن read from matlab function اللي احنا عرفناها. يبقى كده ام لو في داتا في سيلة هيقرا من ماتلاب عن طريق ان هو بيجمع البايتس ويحولها للفلوتس. انا مثلا هعمل delay بس عشان ما يحصلش مشكلة ممكن 10 سكند. وبعد كده هكتب الماتلاب واقول له write to matlab هو ال m مثلا زائد 5. يعني لو بعت مثلا 10 المفروض يوصل لي 15. ودي write to matlab دي الفانكشن اللي احنا عرفناها هنا. فده ببساطة البرنامج اللي هيقرا من الماتلاب. دي اهم حاجة في البرنامج read from matlab و write from matlab. انت طبعا ممكن تاخد القيمة بتاعة الماتلاب دي وتعمل فيها اي processing زي ما انت عاوز وترجعها تاني للماتلاب. هعلم على الكوم وهتعلم على الكوم 4 واردوينو اونو اقول له upload. لازم تعمل سيف للسكتش خليه ماشي على الديسكتوب. اردوينو ماتلاب سيريال هيرفع دلوقتي البرنامج. تاك في مشكلة هنا يقول لي الباف سايز wasn't declared in the scope. يبقى انا في سوري يبقى انا هنا كان في مشكلة كتبتها غلط. هي المفروض buffer size. ارفع بعد كده. طبعا هنا برضو في مشكلة delay نسيت السيمي كولون. دي مشكلة شائعة جدا في كل البرامج اللي بتحط فيها سيمي كولون. تمام compiling sketch تمام ودلوقتي uploading مفيش مشاكل ان شاء الله. تمام done uploading. خلونا بقى نجرب هنا. لو غيرت مثلا دي خليناها 10
قلت له رن، مفروض نتوقع يطلع لنا 15 هنا، مفروض تطلع 15. تمام 15، لو غيرنا مثلا هنا 50 فتطلع 55. 55 مظبوط. لو كتبنا هنا مثلا 7840 المفروض تطلع 7845. تمام مظبوط. وكده عرفنا ازاي نوصل الماتلاب. انا هحط اللينك الخاص باليونيون ده لانه مهم جدا انك تفهم ازاي اليونيون ده بيغير من شكل معين للداتا شكل تاني من تايب لتايب. ولو في اسئله ممكن تسالوه. شكرا، السلام عليكم.